ممتاز. معلش بما انه حضرتك معانا فانا برضو يعني عايزه احاول اتكلم في عدد من الملفات قدر الامكان. شكرا يا فندم. ملف المحميات الطبيعيه هو ايضا ملف مهم، وعايزه اعرف ازاي بتقدروا انكم تقدروا حجم الخسائر او الضرر اللي بينتج عن تدمير هذه المحميات يعني او ما يوجد فيها من موارد طبيعيه. بصي يا استاذه ريهام، احنا طبعا المحميات الطبيعيه هي نموذج حي للحفاظ على الموارد الطبيعيه اللي احنا شغالين في نفس الوقت اللي بنشتغل فيه على الحد من التلوث. فالمحميات الطبيعيه بجانب ما نقوم بدمج المجتمع المحلي بيشتغل على السياحه البيئيه، ده الجزء اللي هو الحافز للمستثمرين وللمواطنين وحتى لنوع السائح اللي يستمتع بهذه المحميات. ونحط الشاطئ، فما قصدي يعني حاجات انت لازم تمشي عليها لو دخلت تستمتع بهذه المحميه. طيب لو حصل اي نوع من اي مخالفات سواء بقصد او بدون قصد، في معادلات دوليه بتحسب كم الاضرار اللي بتيجي على الشعاب المرجانيه، ودي من هيئات دوليه متصدق عليها. احنا كلنا عندنا 198 دوله مشاركة في اتفاقية اسمها اتفاقية التنوع البيولوجي، بصرف ان انا اكون رئيس هذه الاتفاقية في خلال السنتين دول. فبنبتدي نشتغل على التقارير الدولية اللي بتحسب الحجم بتاع الشعب، العمق بتاعها، الاضرار اللي اتعملت، بتضرب في رقم معين عشان نقدر نشوف التكلفة لهذه الاضرار. حقيقي عايزة برضو اقول حاجة، الفكرة مش تكلفة وفلوس بس، هو في نقطة مهمة تانية، عدد السنوات اللي بتاخدها هذه الشعاب المرجانية أو نباتات أو حفريات تم تدميرها عشان تقدر إن هي تعيد التوازن بتاعها تاني وتسترجع نفسها تاني، بتقعد وقت طويل جدا. فاللي أسهل من إن إحنا برغم أهمية القانون وإن إحنا نطلع معادلات ويبقى في ردع للمخالفين، إن إحنا نقول من الأول إيه الإشتراطات بتاعتنا، ويبقى في دعم للمستثمرين وللمجتمع المحلي عشان يبقى كلنا شركاء في الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية واللي أنا بسميها رأس المال الطبيعي لهذه الدولة. تمام. أنا بشكرك طبعا جدا سيادة الوزيرة دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة طبعا على هذه التصريحات الخاصة لبرنامج المواجهة والإكسترا نيوز. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم.